هنا تعال. احنا كنتواجدوا بمنطقه عين مكون وبالضبط بمنبع عين مكون، تحديدا بدوار المعيزيين ولاد سيدي احمد جماعه الرضادنه ولاد مالك. هذا الواد كيف كتشوفوا الان، هذا التلوث جاي نابع من الواد الحار ديال مدينه القاره. العين هي دابا الماء نضب من هذه العين، هذه ما بقاش موجود بتاتا، وهو لعده عوامل. العامل الاول هو سنين وحنا كنناضلوا باش ان على الاقل يتم اصلاحها من بعد تراكم ديال التراب اللي نابع من انجراف التربه ناتج عن سيل واد بوعسيله اللي هو كيتسمى محليا واد زحيوين. ودابا الماء راه يعني انعدم من هذه العين بعد ما كانت تافور، كانت الصبيب ديالها قوي جدا، وكانت هي متنفس، بغينا نقولوا متنفس للشباب المنطقه، وكانت هي بغينا نقولوا هي هو نقول الشاطئ ديال اولاد المنطقه هذه. يعني بعض الناس اللي كيمشي للشواطئ في الصيف وكشي، الناس حنايا كنا هذا هو المنتجع ديالنا ملي كنا في الصغر، كنا نجيو لهاد العين هذه وكنا نلعبوا الكره ونعوموا ونسحموا ونتلاقوا بالاحباب، وحني كنا في العطله كنا ندوزوا هنايا. الان العين يعني انعدمت او اختفت بتاتا، وما بقى يعني الماء جف، وللاسف الشديد انه ولات على المنظر بشع. اكيد هذا الماء الملوث كيجي هو موسمي، ما كيجيش دائما غير من انجار التساقطات، وهو كيشكل امراض بالنسبه للمواشي اللي كترتوي من هذا الماء، والناس وكتشكل كذلك ضرر للناس المجاورين الساكنين بجوار هذا الوادي هذا، من حيث الرائحه، من حيث الناموس، من حيث بزاف الحوايج اللي مضره ديال هذا الوادي هذا. كواحد من الغيورين على هذا العين مكون، يحز في نفسي اننا هذه العين اللي كانت هي واحد المتنفس وعلى المنتجع كان كيقصدوه الناس من مختلف المناطق المجاوره ومن المدن المجاوره كذلك، والان اصبحت في خبر كان. وكغيور على المنطقه كندعو السلطات المحليه والسلطات المسؤوله على المياه والغابات انها تشوف الاسباب الحقيقيه وراء نضوب الماء من هذا العين، يعني الاسباب الحقيقيه، الاسباب اللي خلات الماء ينضم من هذا العين بشكل نهائي.